سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف العاشر الأساسي معكم المعلمة آلاء عصام عبد ربو سعيدة بلقائكم مرة أخرى في درس جديد من دروس اللغة العربية وهو درس يحمل عنوان سور عكا صمود وتحد سنناقش اليوم ما يتعلق بسور عكا وما هي الحادثه التي حدثت امام اسوار عكا لتهزم القائد نابليون يتوقع منك عزيزي الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس ان تكون قادرا على ان تتعرف الى مدينه عكا ان تقرا المقاله قراءه جهريه ممثله لمعنى ان تستنتج الفكره الرئيسه للمقاله وان تستنتج ايضا الفكر الفرعيه للمقاله أن تفسر المفردات الجديدة الواردة في المقالة وأن توضح مواطن الجمال الواردة في المقالة وأخيرا أن تتمثل القيم الوطنية الواردة في المقالة وهي درسنا لهذا اليوم أمامك الآن عزيزي الطالب سورة توضح سور عكا الذي هزم قائد عظيم من القادة الذين اعتبروا عبر التاريخ لم يهزموا ولم يقفوا الا انه وقف هنا مهزوما معترفا بهزيمته. ننتقل الان معا الى الحديث عن ملخص درسنا لهذا اليوم. يتحدث هذا الدرس او يلقي الضوء على سور عكا الذي يعد احد اهم معالم عكا التاريخيه. يبرز تاريخ بناء هذا السور واهميته وابراجه من خلال درسنا ايضا سيتحدث الدرس عن الترميمات التي اجريت على السور وقهره للغزاة على مر التاريخ ومخططات المحتلين الهادفه الى السطو على التاريخ والهويه. الفكره العامه للدرس سور عكا مجد عريق هزم المحتل الغاصب بما اننا سنتحدث عن مدينة عكا وعن تاريخ مدينة عكا وعن سور عكا، إذا ما نوع المقال الذي بين أيدينا؟ المقال أحبتي الذي بين أيدينا هو مقال تاريخي يؤرخ لمدينة فلسطينية. نبدأ بالأفكار أو بالفكر الجزئية. غزو نابليون وكبرياء الجزار. أصالة عكا التاريخية ومعالمها الأثرية. صمود سور عكا عبر التاريخ. صمود عكا بوجه الغزاه واضاعه هيبتهم مخططات لطمس التاريخ والهويه الفقره الاولى وهي تحمل عنوان غزو نابليون وكبرياء الجزار سنبدا معا كما اعتدنا بقراءه الفقره قراءه جهريه حين رست مراكب الغزاه الفرنسيين قباله اسوار عكا صرح نابليون طرفه نحو المدينه الرابضه باباء وشموخ على شاطئ البحر الابيض المتوسط مطمئنا قاده جيشه على ان الحرب على عكا مجرد نزهه ولن تصمد المدينه سوى ايام قلائل ودفعه غروره لارسال رساله قاسيه وساخره الى حاكم المدينه أحمد باشا الجزار مهددا ومتوعدا: مفادها أنني الآن أمام عكا ولن يكسبني قتل شخص هرم شيئا، لذا فأنا لا أرغب في الدخول معكم في معركة. كن صديقا وسلم المدينة دون إراقة دماء. فجاءه الرد من الجزار على غير ما توقع برسالة ملؤها العزة والكبرياء. نحمد الله تعالى لكوننا قادرين على حمل السلاح والدفاع عن مدينتنا حينها تيقن نابليون انه لا مفر من القتال فاخبر جنوده وهو واثق بانهم سيكونون خلال يومين وسط المدينه وان الشرق كله ستكون ابوابه مشرعه امامه يشكل هذا الغزو سفر مدينه تضم صفحاتها سطورا ناصعه مدينه تفوح منها رائحه التاريخ الذي لن تتوقف مسيرته ولن تنتهي الا اذا توقف موج بحرها الذي كان شاهد صدق على كثير من الغزوات التي تعرضت لها على امتداد عمرها الطويل منذ ان بناها الكنعانيون في الالف الثالث قبل الميلاد واطلقوا عليها اسم عكو وتعني الرمل الحار فارتبط اسمها باسماء كبار الحكام الفاتحين حتى عرفت بمدينه ظاهر العمر او مدينه الجزار هذه واحده من المدن الفلسطينيه وكل المدن الفلسطينيه وقفت شامخه امام الاحتلال وستبقى شامخه وصامده باذن الله الى ان نصل الى تحريرها ننتقل الآن أحبتي معاً إلى أسئلة الحوار والمناقشة. ماذا فعل نابليون عندما رست سفنه قبالة أسوار عكا؟ صرح طرفه إلى المدينة مطمئناً جيشه أن الحرب على عكا مجرد نزهة ولن تصمد عكا أمام جيش نابليون. ما مضمون الرسالة التي أرسلها نابليون إلى أحمد باشا الجزار أرسل له قوله: تسليم المدينة دون قتال وقال له أنني الآن أمام عكا ولن يكسبني قتل شخص هرم من شيء لذا فأنا لا أرغب في الدخول معكم في معركة كن صديقا وسلم المدينة دون إراقة دماء ولكن لم يحدث ما توقع نابليون لأن الحاكم أحمد باشا الجزار رد عليه برسالة مضمونها أنه رفض تسليم المدينة برسالة ملؤها العزة والكبرياء حين قال نحمد الله لكوننا قادرين على حمل السلاح والدفاع عن مدينتنا وسيبقى الفلسطينيون كذلك باذن الله. الان هناك بعض المفردات التي تحتاج الى تفسير. رست اي توقفت، صرح ارسل، الرابضة اي المقيمة، تيقن تاكد، مشرعة اي مفتوحة وناصعه أي واضحه نزهه خروج مفادها أي محتواها لا مفر أي لا ملجأ القلائل هي القليله أما هرم فهو كبر وضعف الغزو السير للحرب ما العلاقه بين مهددا ومتواعدا كلا الكلمتين مترادفتين والترادف هنا يوضح المعنى ويبرزه ايضا العزه والكبرياء العلاقه بينهما ترادف يوضح المعنى ويبرزه ننتقل الان احبتي معا الى مواطن الجمال دفعه غروره هنا شبه الكاتب الغرور بانسان يدفع اذكرك عزيزي الطالب اننا اذا قمنا بذكر المشبه وحذف المشبه به فان الجمال هنا ماذا استعاره مكنيه موج بحرها شاهد صدق على كثير من الغزوات، هنا شبه موج البحر بشاهد يشهد، أين المشبه أحبتي؟ المشبه هنا موج البحر، أما المشبه به فهو شاهد، ذكرنا هنا المشبه والمشبه به، إذا هنا الجمال يسمى تشبيه بليغ. المدينة الرابضة بإباء. شبه المدينة بإنسان مقيم وذكر المشبه، إذا هنا استعارة مكنية. مدينة تفوح منها رائحة التاريخ. شبه التاريخ بعطر يفوح، هنا استعارة مكنية، أيضا جاءت الجملة كاملة كناية عن التاريخ المشرف لمدينة عكا. ولن يكسبني قتل شخص هرم شيئا. دلالة على الاستهزاء والسخرية والاستعلاء من نابليون على قائد عكا أحمد باشا الجزار. صرح نابليون طرفه نحو المدينة الرابضة، هنا جاءت دلالة على طمعه واستعلائه وغروره أيضا. الحرب على عكا مجرد نزهة، جاءت كناية عن القوة والاستهزاء بأهل عكا. أمامك الآن عزيزي الطالب أربع كلمات سنقوم بالإجابة عن كل كلمة على حدة المادة المعجمية للكلمة الأولى والمعنى الصرفي للكلمة الثانية والموقع الإعرابي للثالثة ومرادف الكلمة الأخيرة الكلمة الأولى الغزاة ما المادة المعجمية لكلمة الغزاء؟ نأتي عزيز الطالب بالكلمة الفعل الماضي المذكر الثلاثي وهو الفعل غزاء يحتوي الفعل غزا على الالف هذه الالف اما ان تاتي منقلبه عن واو او عن ياء لو قلنا ما الفعل المضارع للفعل غزا هو يغزو احتوى الفعل على واو اذا الالف منقلبه عن واو لتصبح الماده المعجميه غزا و الان المعنى الصرفي للكلمه الثانيه وهي مراكب مفرد مراكب مركب كلمه مركب تاتي على وزن مفعل وقد درسنا ان وزن مفعل ياتي لاسم الاله الموقع الاعرابي للكلمه الثالثه جاءت في محل نصب حال حيث وصفت حال نابليون اما كلمه هرم فهي تاتي بمعنى كبيره وضعف ما نوع الاسلوب في قولنا ولن تنتهي الا اذا توقف موج بحرها هو أسلوب حصر يفيد التوكيد والتخصيص جاءت هنا الأداء لن النفي وإلا للاستثناء وأذكرك عزيزي الطالب كنا نقول في الدروس السابقة أسلوب قصر أن أسلوب القصر هو أسلوب الحصر أنه لا مفر من القتال هنا أسلوب توكيد ننتقل الآن إلى الإعراب أعرب معي ما تحته خط لن تصمد المدينة سوى أيام قلائل. الفعل تصمد جاء فعلاً مضارعاً، هل سبق هذا الفعل بأداة نصب أو أداة جزم؟ أجل لقد سبق هذا الفعل بالحرف لن، كيف يعرب إذاً؟ نقول تصمد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كلمة أيام سوى أيام. يعرب ما بعد سوى وغير دائماً مضاف إليه لذلك تعرب كلمة أيام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أيام قلائل كلمة قلائل وصفت أيام لذلك تعرب نعت مجرور وعلامة جره الفتحة عوضاً عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لكن لاحظ معي عديد الطالب قلنا أيام قلائل، لما لم نقل قلائل بالكسر؟ لأن كلمة قلائل جاءت ممنوعة من الصرف. ما الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف هو ما لا ينون ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. هناك أسباب لمنع هذه الكلمات من الصرف، سنتعرف على السبب أو العلة الموجودة في كلمة قلائل، نقول كلمة قلائل جاءت على صيغة منتهى الجموع ما المقصود بصيغه منتهى الجموع؟ صيغه منتهى الجموع هي جمع تكسير ولكن يأتي في الكلمه حرفان ثم الف ويتلو ه هذه الالف حرفان حرفان نقول قلائل القاف واللام ثم الف والهمزه واللام هنا جاء حرفان او ان يأتي حرفان والف ثم ثلاثه حروف اوسطها ساكن كأن نقول مصابيح ألف ثم ثلاث حروف الوسط ساكن أيضا نقول مساجد ومعاهد هذه الصيغة تمنع من الصرف ننتقل إلى جملة أخرى لا مفر من القتال كيف تعرب هذه الجملة نقول هنا ألا هي لا النافية للجنس وهي تعمل عمل إن لذلك نقول لا نافية للجنس تعمل عمل ان او ان وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب اما كلمه مفر فهي اسم لا مبني على الفتح ولكنه ياتي في محل نصب من القتال من حرف جر مبني لا محل له من الاعراب والقتال اسم مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره ولكن قلنا هنا لا نافيه للجنس ومفر اسم لا أين خبر لا النافية للجنس؟ خبر لا النافية للجنس هنا محذوف تقديره كائن أو موجود كأن نقول لا مفر كائن أو لا مفر موجود من القتال أيضا جاء الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لا. نجيب الآن عن مجموعة الأسئلة الآتية ماذا تعني كلمة عكو عند العكيين؟ عند الكنعانيين عكو تعني الرمل الحار نبين ملامح شخصية الجزار كما بدت في النص جاءت شخصية الجزار شخصية ملؤها العزة والكبرياء والشموخ ترفض هذه الشخصية الذل أو الهوان أو الاستسلام للمحتل الآن أحبتي سننتقل معا إلى الفقرة الثانية وهي تحمل عنوان أصالة عك التاريخية ومعالمها الاثريه، ونبدا ايضا كما اعتدنا بقراءه هذه الفقره. انها مدينه ذات نكهه تتملك زائرها وتعيش فيه. تتميز باصاله تاريخها ومعالمها الاثريه. فاذا ما اقتربنا منها فثمه سور يحتضنها، ويحفظ لها مساجدها وكنائسها ومبانيها، ويبقي على معالمها واحيائها. وهو من اضخم اسوار العالم واقدمها، اذ تشير المصادر التاريخيه الى انه بني في عهد الاسكندر المقدوني في الثلث الاخير من القرن الرابع قبل الميلاد. يلف المدينه بهاله من الهيبه على غرار اسوار مدينه القدس، ويحيط بها احاطه السوار بالمعصم بطول 2850 مترا وارتفاع 14 مترا. وعرض متسع يتم الصعود الى سطحه بممرين عريضين مبلطين يعلوهما عند ظهر السور برجان صغيران يطلان على المدينه وفي خارجه يوجد خندق عريض وعميق يحاذيه سور اخر خارجي يتميز هذان السوران بأنه بانهما متوازيان من شرق المدينه الى غربها والخندق بينهما وعندما تتعرض المدينه لاي غزو خارجي كانت مياه البحر تفتح على الخندق فتصبح المدينه محاطه بالماء من جميع جوانبها وبذلك تعوق تقدم المهاجمين وفي الوقت الحاضر يعد سور عكا احد اهم مقومات المدينه الاثريه وجاذبيتها السياحيه فبامكان الزائر ان يسير مسافه على ظهر السور ويشرف على بحر المدينه واحيائها ويرى المدافع التي نصبها الجزار وهي منصوبه فوقه. ننتقل الان احبتي من القراءه الى اسئله الحوار والمناقشه بما تميز سور عكا. تميز هذا السور انه من اضخم اسوار العالم واقدمها، ايضا يعد احد اهم المقومات المقومات الاثريه للمدينة وسبب رئيسي لجاذبيتها السياحية. متى تم بناء سور عكا وعلى يد من؟ تم بناؤه في الثلث الاخير من القرن الرابع قبل الميلاد في عهد الاسكندر المقدوني. عد سور عكا في الوقت الحاضر احد اهم مقومات المدينة الاثرية وجاذبيتها السياحية نبين ذلك. بامكان السياح الان السير على ظهر السور ويشرف السائح على المدينه وعلى احيائها ويرى المدافع ايضا التي نصبها الجزار فوقه. ننتقل الى المفردات التي تحتاج الى تفسير. الخندق وهو حفره للاحتماء نكهه اي طابع اصاله اي عراقه هاله جاءت بمعنى طوق مقوماتها اي عناصرها وهي جمع مقوم. تعوق أي تمنع ثمة أي هناك وسوار هو نوع من أنواع الحلي، سوار بمعنى حلي. ما العلاقة بين يبقي ويحفظ؟ العلاقة بينهما ترادف، أما العلاقة بين خارج وداخل جاءت هنا تضاد. ننتقل الآن أحبتي إلى مواطن الجمال البلاغي الواردة في الفقر في الفقرة الثانية. مدينة ذات نكهة تتملك زائرها وعنا أيضا فثمة سور يحتضنها، نقول في ألف أو في الأولى جاءت دلالة على جمال المدينة وعراقتها وأصالتها، أما فثمة سور يحتضنها جاءت الثانية تشبيه حيث شبه السور بإنسان يحتضن مدينة عكا وأيضا شبه مدينة عكا بطفل صغير يحتضن، هنا ذكر المشبه إذا هي استعارة مكنية. يلف المدينة بهالة من الهيبة جاءت هذه دلالة على أهمية السور وأهمية موقعه يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم هنا شبه الكاتب السور الذي يحيط بالمدينة بالسوار الذي يحيط بالمعصم ما نوع الاستعارة هنا ذكر هنا الكاتب المشبه به وهو السوار إذا استعارة تصريحية حذف المشبه وذكر المشبه به أمامك عزيز الطالب الكلمات الأربعة المعروضة وهي أضخم أحياء تتملك أن يسير سنناقش كل كلمة على حدة الكلمة الأولى تحتاج إلى المعنى الصرفي ومفرد الثانية وإفادة حروف الزيادة في الثالثة وإعراب الكلمة الأخيرة المعنى الصرفي لكلمة أضخم جاءت كلمة أضخم على وزن أفعل إذا هي اسم تفضيل. مفرد كلمة أحياء حي. ماذا أفادت الزيادة في كلمة تتملك؟ جاءت كلمة تتملك على وزن تتفعل أي تفعل وهذا الوزن دائما يفيد المطاوعة كأن نقول تكسر. إعراب أن يسير جاء الفعل المضارع مسبوق بأن حرف نصب فنقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الآن ما نوع الأسلوب؟ ما أضخم وما وزنه؟ جاء ما أضخم أسلوب تعجب على وزن ما أفعل وسنقوم بإعرابه في الشرائح القادمة. احاطه السوار بالمعصم احاطه جاءت مصدر من اي فعل اخذ هذا المصدر من الفعل حاطه الان سنعرب الكلمات المخطوطه انها مدينه ذات نكهه ان حرف مصدري ونصب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وهنا جاءت الها ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان وكلمه مدينه جاءت خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره اذكرك عزيزي الطالب ان الحرف ان يدخل على الجمله الاسميه فينصب المبتدا فينصب المبتدا ويرفع الخبر يحيط بها احاطه السوار بالمعصم يحيط فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق بناصب او جازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أين الفاعل؟ كل فعل يحتاج إلى فاعل جاء الفاعل هنا ضميرا مستترا تقديره هو إحاطة يحيط إحاطة هنا كلمة إحاطة تعرب مفعول مطلق وأينما أجد كلمة مفعول أكتب منصوب المفعول المطلق المفعول به المفعول معه المفعول لأجله نقول إذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أما كلمة السوار جاءت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره جاءت كلمة إحاطة نكرة والسوار الكلمة الثانية معرفة لذلك تعرب مضاف إليه يعلوها برجان صغيران ما إعراب كلمة برجان وصغيران ما الذي يعلو هذه المدينه برجان اذن برجان فاعل مرفوع لكن تذكر عزيزي الطالب ان كلمه برجان جاءت مثنى ما علامه الرفع في المثنى علامه الرفع هنا هي الالف ليصبح فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى اما كلمه صغيران وصفت كلمه صغيران برجان لاحظ عزيزي الطالب ايضا ان كلمه صغيران جاءت نكره وكلمه برجان جاءت نكره تعرب كلمه صغيران نعت مرفوع وعلامه رفعه وعلامه رفعه ايضا الالف لانه مثنى واذكركم احبتي ان النعت يتبع المنعوت في حركته الاعرابيه رفعا ونصبا وجرا وايضا يتبعه في التعريف والتنكير ويتبعه في العدد اي في الافراد والتثنيه والجمع. إلى هنا أصل معكم أحبتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم أذكركم لغتنا هويتنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته